السلام عليكم. إلى محبي الإلكتروفيسيولوجي وعلوم كهرباء القلب، أدعوكم لحضور مؤتمر الشعبة والذي سيعقد من 10 ل 12 ديسمبر 2019 في مستشفى عين شمس التخصصي في القاعة الكبيرة للمحاضرات التي تتسع إلى 300 متفرج. المؤتمر هيكون على 3 أيام. اليوم الأول لايف ترانسميشن من حجرة الأسطرة مع عمالقة الإلكتروفيسيولوجي من جامعة عين شمس ومن جامعات أخرى ومن دبي ومن عمان ومن كل أنحاء العالم. هننقل من حجرة الأسطرة حالات جميلة وصعبة وهنشرحها لكم بطريقة مبسطة وجميلة. وفي نفس اليوم في سيمبوزيوم للشركات هنشرح فيها آخر ما توصل إليه العلم من الأدوية الخاصة بعلوم كهرباء القلب. فأول اليوم وفي آخره سيتم عقد مسابقة الإقرا ليج التي ستنعقد لأول مرة في هذا العام بين شباب الإلكتروفيسيولوجي. هيكون عندنا 5 فرق. الفرق هتتصف أول يوم في أول جلسة ليلة 4 وفي آخر اليوم إلى 3، واليوم الثاني في صباح الباكر إلى 2، وفي آخر يوم للمؤتمر اليوم الثالث هيكون المتنافسين بالجوائز هتكون 1. الفرقة دي الفائزة هيكون لها الحق في حضور الإهرا كورس اللي سيعقد في كارديو إيجيبت 2020. اليوم الثاني هيكون في جلسة الافتتاحية وسنقوم بتكريم علماء وأطباء ومحبي الإلكتروفيسيولوجي من جمهورية مصر العربية ومن العالم، وسيعقد فيه حلقات دراسية ومحاضرات ولايف إن بوكس وكيسز وكيس كومبيتيشن وكل صنوف العلم اللي انتم نفسكم تحضروها معنا. اليوم الثالث سيكون فيه برضو المسابقة في نهايته ومسابقة الحالات بين الشباب المتحمس والشيوخ أيضا اللي بيقدمونا أعظم الحالات اللي تم عملها في مصر. وفي جلسة متميزة جدا للطيور المهاجرة، ولادنا حبايبنا اللي سافروا انجلترا واللي سافروا روسيا واللي مشرفينا في العالم، سجلنا لهم محاضرات وهنعرضها لكم وإن شاء الله هنستمتع معاهم بديسكشن أونلاين. محبي الإلكتروفيسيولوجي في انتظاركم من 10 ل 12 ديسمبر في عين شمس التخصصي. نتمنى تشريفكم. دكتورة ميرفت أبو المعاطي رئيس المؤتمر ورئيس شعبة كهرباء القلب جمعية القلب المصرية.